ها هو شوف واش غادي يوقع. شوف قال لي شنو قريحه شير الفوق الطيارات الفوق كيجي الله والله الا راك قطع الوراق عاد حيت لك الشك عبد المجيد. عاودوا شوفوا اللقطه عاودوا شوفوا السلام عليكم كيف حالكم؟ اين انتم يا كراغل اشتقنا لكم اخوان. اليوم غادي نشوفوا عبد المجيد تبون يحيي لي بيلوط ديال الطيارات كاينين اليوم ديك دي. مزنزن صاحبي السيد مزنزن السيد قطع الوراق. واش بغيتو من اش بغيتو الكراغل نديرو معاكم هو ديما كيضحكنا حتى كنجيو نضحكوا نشوفوا. واش كل اللي قالها ليه شنو قريحه قال لي شير شير الفوق راه كاين الطائرات كاينين لهم ديك ديال زعما راه طائرات حربيه راه كاينين الفوق راه كاين لا حياة لمن تنادي. اجي نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا بعد اولا. دابا هاد ربيع نقدروا نقولوا له فنان فنان اناقه تواضع اسلوب اسلوب تانسبيرا من الجون ديال الله يرحمه تانسبيرا من العامر ماشي من الخاوي. السيد كيهضر العربيه كي دايره والبروتوكول والله ما تقول هذا ممثل قسما بالله العلي العظيم كيبان احسن من الرئيس ديال شي جيران عندنا. شو كيبان نيشان قال كيبان احسن من شي رئيس ديال شي جيران عندنا. شو الاناقه والشخصيه وكذا وعارف يهضر ويهضر لك باللغات وكذا رئيس دوله صاحبي راه هذاك راه حشومه بدا نقولوا لي رئيس دوله هذاك راه كوميديا صاحبي ديما كنضحكوا ديما كيضحكنا. اش واقف كيفاش كيهضر لا كلاس اناقه الاناقه دابا دابا ممثل هذا تهضر احسن من الرئيس ديال واحد الدوله هما جايبين هنا. شوف السلام كي داير كاريزما والله ينصرك على الحق واش نقول لك اجي لكين والله العظيم والله الا احسن من الرئيس ديال الجزائر. شو دابا فنان عندنا ممثل مغربي وعنده شخصيه وعنده كذا احسن من رئيس ديال دوله صاحبي ديال دوله مجاوره. واش الا انت بغيتي تحترم تقول دوله احسن من دوله الجزائر فين كاين المشكل؟ نسميو الاشياء بمسمياتها حنا ما خايفين من حد كنقولوا الحقيقه وضاحكين ونشطي. لكن لان كاين شي واحد كاينين بزاف كيتفاداو يقولوا الجزائر دوله مجاوره جيراننا كذا كيبغي يلمح وفي نفس الوقت خايف يخسر المشاهدات واللي زاب. اسيدي الجزائر احسن من الرئيس ديال الجزائر اللي عنده شي حاجه ما يدير يديرها باش غندير وسبينا شي حد واش ظلمنا شي حد. الحقيقه رئيس كوميدي رئيس كلون كلشي كيضحك. ندوزو لفيديو اخر. شو مساكن فين عايشين شو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم راه واخا هكاك ما يقدروش يخرجوا يسميوا الاشياء حتى هادو بمسمي عبد المجيد تبون والكابرانات وشنقريحه هما اللي فقروكم وعيشوا وسط الواد الحار. كيف ضلوا يعيشوا وسط الواد الحار ولا يسميوا الاشياء بمسميات هما اللي فقروكم. ما لاحظتيش واحد القضيه دابا العيالات هما اللي كي يدفعوا داك الواد الحار وهذه هزه مسكينه بالا ولا داك الشيء. وفين الرجال عندكم يا الكراغله فين الرجال؟ وهذا الشيء الرجال اللي خلوا يجيو يتقاتلوا يكحزوا داك الشيء ويحفروا البلاصه فين يدوز داك الشيء ويغوتوه فين حقنا شتنا غير العيالات. الرجال مشاو شادين طوابير على الحليب سي فري. ها واحدة واحد ما مشاش يشد الطابور. نداء شو دابا يا تبون وجهوا لك نداء انت عايشة وسط الواد الحار كتوجهي نداء وسط الواد الحار واش من نداء باغي توجهي؟ راه عتاب اللي خصك توجهي وخصك تحتجي وتخرجوا للشارع وتغو. واحد من الناس اللي ما شدوش الطوابير واحد الرجل هنا عاود ولا كان مع الاول شد يد الحليب وجا كيجري باش يعاون. ما عليك كنت وزير السكن وبوطينا عليك
خلي ترفع عنا بلادنا، ترفع عنا علامنا، حنا ولادنا مرضوا، حنا ولادنا مرضوا من هذا المرض، من هذا المرض بنتي مرضت مرض الصرع نديها عن شداتها تقرا. يا سيدي تبون شوف فينا، شوف فينا يا تبون. تبون عيا وما يقول لي شوف فينا، وقربت الولاية ديالو تكمل ومازال ما شافش فيهم. الحل هو الشارع، الحل هو الاحتجاج، الحل هو تخرجوا كاملين وتقول لهم تنحاو كاملين، ما يبقى حتى شي واحد من العصابه. لكن مع من خويا المفر ملي كتعاود لوحدنا عايشين وسط الواد الحر وكيسبونا حنا. دوزوا الفيديو اخر. ها انت شنو المعاناه؟ مهلا، هؤلاء ليسوا لاجئون على الحدود وفارون من الحروب الاهليه، انها عائلات جزائريه تفترش الارض وتلتحف السماء بعد ان وجدت نفسها بين عشيه وضحاها في العراء عقب اقصائها من عمليه الترحيل الكبرى التي مست حيي الماتش والزفزاف بعاصمه الولايه سكيكدا. وحنا كان زنقل هو خطانا، زاد نحنا الزنقل درك رانا من نفسنا اللي قلوبنا يا راهي يبست. عون اللي درنا طعن واحد ما كرهوناش، وبالرياضه ظهرنا احنا ما مقصيين، طلعنا عند الوسيط نتاعو وقلنا باللي احنا ما شمناش مرصيص عملوا لحوم الزنقه القياطن. على الاقل المغاربه حنا حيت كيمشيو يحيدوا واحد الحي ديال البرارك كيعطيهم السكن ديالهم، كيعطيهم النماري ديالهم وكيديروا لهم واحد الجزيئه فين يعيشوا كذا. وكاينين حنا اللي ما قبلوش، كاينين دوك دابا اللي كيحتجوا علاش يرحلونا، بغينا نبقاو هنا. وعطاوك النمره ديالك سير بني دارك، ياك انت كاع جالس بطريقه غير قانونيه وجاو قالوا لك هاك هالنمره مجانا، بقعه مجانا، سير بنيها. واش بغيتي يديروا لك؟ هادو خلوه في العرا في الزنقه في السماء، منهم للسماء، وما قدروش يهضروا على على على, على تبون ولا عبد المجيد. ها انت شوف الجيران الكل هنا شاهدين علينا باللي حنا 11 سنة و9 سنين حنا ساكنين هنا. عليها سيد الوالي دمرتينا حياتنا، عليها سيد الوالي دمرتينا حياتنا ودمرتي ولادنا. الوالي كيهضروا مع الوالي، وهضري مع السده الفوقانيه، هضري مع عبد المجيد وشنقري. حما الوالي مسكين غير داكشي اللي قالوا ليه كيديروا. لا قرايه لا 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 ولا والو. مشاهد يندى لها الجبين هنا، أطفال يبكون بسبب حرمانهم من الدراسة، وعائلات تصرخ ما أرحم القصدير. كيفاش انت ترضى بها؟ كيفاش ترضى بها؟ هل تقدر ترضى بها انت هكا لولادك ولأمة محمد؟ مهما كانت أسباب إقصاء وإسقاط أسماء هؤلاء الناس من عملية الترحيل، فليس هناك ما يبرر الإبقاء عليهم في هذه الظروف المأساوية الكارثية القاهرة. والواجب على والي الولاية الاستجابة سريعا لصرخة هاته الأم وهذا التلميذ. تحية تلميذ فلان. دوزو الفيديو آخر. هو هذا، دوزو الفيديو آخر. ها هو. شوفوا واش غادي يوقع، شوف شوف. قال لي شنقري حشير الفوق الطيارات الفوق. كيشير الأخ. والله الا راك قاطع الوراق عاد حيدت لك الشك يا عبد المجيد. عاودوا شوفوا اللقطه، عاودوا شوفوا. عاود شنقري حد يقول لي شيره. تحيه للطائرات، تحيه للطائرات. لا حياه لمن تنادي. ودابا هذا رئيس دوله، دخلنا عليكم بالله دابا بيناتنا. واش هذا رئيس دوله؟ واش هذا تعطي رئيس دوله دابا؟ قال لي لقيت تحيه للطائرات ودار للطائرات. واش هذا ما تضحكش عليه؟ انتم اللي كتقولوا لنا لا كتضحكوا لنا على الرئيس ديالنا. واحد قال لك علاش كتضحك على الرئيس ديالنا؟ والرئيس ديالكم كلون بهلاول ما نضحكوش، كيجيب لنا الضحك نعياو ونسدو منا كتجي لنا الضحك. لا حول ولا قوة الا بالله. الاخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة. السلام عليكم.